ناس كتير ما يعرفوش اللهجه التونسيه، دايما لما تيجي سيره تونس او اللهجه التونسيه يقول لك كلمه برشه، عشان كلمه برشه دي هي الكلمه اللي بتعبر عن تونس على طول. لكن الكلمه المعجزه بجد واللي هم ما يعرفوهاش اللي بتعبر فعلا اللهجه التونسيه هي كلمه باهي. اول استخدام لكلمه باهي هو الاستخدام الطبيعي والعادي، هو ان تقول ايوه او حاضر او اوكي باهي، وممكن تستخدمها كانك بتقول اوكي اما انت قصدك اللي مش اوكي، زي ما مثلا تسال ابوك ممكن اخرج يا بابا يقول لك اه حبيبي اتفضل اخرج، بس هو قصده انت لو خرجت هيسود عيشتك. فازاي تستخدمها؟ تقول قبلها كلمه ايه، خلي بالك ايه باهي، ايه باهي، ايه باهي. ممكن كمان تستخدم عشان تقول على حاجه ان هي جميله او لذيذه، اما بتسبقها بحرف الميم او الام. باهي. ساعات بقى بتستخدم للتهديد، وده غالبا بيبقى معاها تكرار كذا مره، يعني باهي 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 باهي. حاجه تانية لما تكون عايز تقول واحد بتونسي سيبني، يعني فك من يفك مني ابعد عني، وغالبا دي بتسبقها حرف الت او التي، تي باهي يا راجل تي باهي. اما بقى لو انت مش طايقه خالص خالص وعايز تقول له حاجه بليفل اعلى شويه بس في نفس الوقت ما تبقى ظريفه يعني، فبتبقى مش مجرد تستخدم حرف التي، لا بتبقى اعلى شويه، تي بره مشي باهي. اما ممكن تكون بضحكه وانت فرحان، باهي باهي، ولكن برضو ممكن تكون حزينه. ممكن تستخدمها لو انت في لحظه استنكار، ودي ممكن تبقى فعل او تفضل زي ما هي، باهي باهيكشي باهي. ممكن تقولها لو عايز تحكي على ناس او ولد او بنت، دول هما ناس طيبين وكويسين، مروان طفل باهي، مروان طفله باهيه باهي. لو عايز تسكت شخص ويبطل كلام باهي، او لو عايز تخلي شخص يكمل الكلام بتاعه اهي باهي اهي باهي. ودي استخدامات باهي بالنسبة لي. عندكم استخدامات تانية ليها قولوا لي في الكومنتات، والمرة الجاية هقول لكم على تاني اشهر كلمة في تونس وبرضو مش برشا باهي.